واش شنو هي الاسباب اللي خلتنا نشوفوا حسن بن عبيشه خارج اسوار الوداد؟ واش نقول لك الوداد راه كتبقى راه ما ديال حتى شي واحد، راه ديالنا كاملين اكيد. راه غير اللي بغى اللي خص الانسان يعرف، راه حتى واحد ما يحيد لنا حتى ويدادي ديالنا. راه غير اللي بغى يعرف الانسان، ماشي انا باش تعرفني ويدادي خصني نضار في التيران ونناقش مع عباد الله ونضار باش نبين ديك حتى ويدادي ديالي. انا تربيت في الوداد وبقيت في الوداد، رغم ان ما كان مثلا ما كنمشيش للملعب، ما كنمشيش بعد خطرات نتفرج وهذه، ولكن كنتفرج في الدار. دابا ما كاينش جينا نشتغلوا على 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 المدى المتوسط او البعيد، ولكن كما كنقول لك اولا حاجه اللي كانت هو ان ما كانش عقد اللي ما تسناش، صوبنا العقد وداك الشيء وما تسناش، اليوم غدا وكنظن راه عيب وعار ان بنات بيشتغل كيمشي للتيران من سعود تقريبا حتى ل8 ديال الليل. وحاجه واحده اللي نقول لكم مهمه بزاف هو ان انا ساكنه في غورغون، وغورغون مع تيران الوداد راه تقريبا واحد ربع ساعه ولا ثلاثه، ولكن كنبقى في التيران باش المهم انا عزيز عليا نخدم. دونك كنمشي كما قلت لك مع تسعود ولا تسعود ونص، كنبقى تماك في التيران خصني نخدم مع الدراري في المدرسه، مع الدراري اللي كاتيجوري جون. كاين منين ما كتخلصش، دونك راه عيب وعار، راه ما كايناش كاع. واش فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمتك. دونك فهمتي، جينا في الاول تخلصنا في شهرين، ومن بعد ما بقاش داك الشيء، ودونك وانسحبت بصمت، لان هذيك فرقتي وما يمكنش انني ندير شي حاجه اللي ماشي هي هذه. هذا هو الانسحاب اللي كاين. وانا باش تعرفني راه كيعرفني مصطفى طلحه، كنمشي وكنرجع، انا كنزني للرجوع شي واخا ما تخلصنيش وداك الشيء، كنمشي بحالاتي. راح تخلي بلاصتك زوينه حسن. حيت قلتي واحد الكلمه مهمه، خويا حسن في الاول، حتى واحد ما غادي يحيد لك حتى ويداديت ديالك. فوالا، ولكن هادو دابا المدربين اللي كيجيو كيدوزوا في ليكيب برومير كيدوزوا سيمانه ولا 15 يوم وكيمشيو، انا ما كيتخلصوش، راه كيتخلصوا. حنا 10 شهور 12 شهر وكتخدم وما كتخلصش، ما عندها حتى شي معنى. غير هذا الشيء خصو يعرفوا الجمهور، حيت الجمهور بحال دابا مثلا شي واحد كيدعي الوداد، ما كيدعيش الوداد. راه خصو يعرف الجمهور هادشي، راه هذاك اللي ما كيتخلصش ومن كيمشي للجامعه راه ما كيدعيش الوداد، كيدعي ذاك الناس اللي تعاقد معاه وما خلصوش. ما خصش الجمهور يتقلق. راه الجمهور واش علاش الجمهور تاعنا ما يدافعش علينا مثلا؟ احنا ولاد الوداد،